السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم براءة اختراع. كل عام وأنتم بخير، سنة سعيدة إن شاء الله تغسل كل السخام الذي حدث والآلام في عام 20. نسأل الله أن تكون سنة 21 سنة محبة ووئام ووحدة وصحة وعافية. اليوم نستذكر وإياكم بمبادرة كريمة من مركز الهوية للدراسات والأبحاث، نستذكر المخترعين الذين تمت استضافتهم خلال هذه السنة وتكريمهم من قبل المركز الذي كان سباقا دوما إلى دعم المخترعين وتحويل تلك الاختراعات النظرية ما يمكن تحقيقه إلى أرض الواقع. أهلا بكم وأهلا بمضيفنا الدكتور زيد الدليمي وكل الأحبة من جميع المحافظات الذين استطاعوا المجيء. بعض الأحبة الأساتذة المخترعين تعذر عليهم الوصول، ولكن نقول دائما خيرها بغيرها. فأهلا بكم وأهلا بك، وشكرا لهذه الاستضافة، وشكرا للأحبة الذين تجشموا عن السفر من المحافظات تحديدا، كل الحب والتقدير لهم. حياكم الله، هذا مكان تشريف وتكليف حقيقة. نحن نستبشر خيرا بهذه الوجوه الفليحة، كذلك القامات الكبيرة التي يجب علينا أن نتباهى بهم جميعا كبلد في وسط هذه التحديات وهذه الظروف التي أسلفت حضرتك. نعم كانت سنة صعبة علينا جميعا، ولكن مع كل هذه الظلمة هنالك بريق أمل بهذه النتاجات العلمية والصناعية والنماذج المبتكرة المهمة جدا التي انطلقت من أيادي كريمة وعقول نيرة. نعم. أهلا بكم. حقيقة أنه برنامج براءة اختراع خلال هذه السنة الماضية استطاع بظروف صعبة العمل وتباعد الاجتماعي وقطع الطرقات والأحداث التي حدثت والتي يعرفها الجميع، استطاع أن يصل إلى معظم تقريبا الأوساط العلمية ليستطيع أن يسلط الضوء على تلك الإنجازات. أحدى هذه الاختراعات والابتكارات كانت تتعلق بتخفيف الألم عن مرضى الكورونا، وبعضها وجدنا الأخوة في الصناعة أو في وزارة النفط أو في الوزارات المعنية، كل ذلك في بوتقة اسمها الاختراعات العراقية. حدثنا أولا عن تجربة مركزكم في دعم البراءات. مركز الهوية للدراسات والأبحاث والتدريب مركز استشاري معتمد، وهو مظلة علمية أكاديمية بحثية تدريبية لتلك الطاقات. نحن نستظل بالآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء العلماء لهم حق علينا، ونحن لا ندعم بشكل مباشر بل بقلوبنا ندعمهم بصفاتهم اللي تجلت على أرض العراق الحبيب، لأنهم نتاجاتهم حقيقة تلامس المواطن، تلامس الإنسان، تلامس حياته، معيشته، ابتداء من النماذج البسيطة التي نتأمل أن يصل صداها إلى بقية الأفياء من القطاعات المختلفة، نهاية بالنتاجات التي تعتبر لأول مرة عالميا تطرح في العراق. مركز الهوية هو إن شاء الله يعني مضيف للأحبة الأفاضل الكرام من العلماء والباحثين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولهم. سيدي الكريم، ننتقل إلى السادة المخترعين والأخوات الكريمات. الأستاذ الدكتور قاسم المرسومي رئيس علماء الأنبار، أهلا بك وشكرا لهذه الإطلالة من الأنبار، جئت متجشما عن السفر. حدثنا عن أهم الصعوبات التي تواجه المخترعين حتى يمكن العمل على تذليلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني بالبداية أن أشكر قناة العراقية على الجهد المتميز الذي دام أكثر من سنتين في متابعة المخترعين وبرامج مقدمة ومستمرة.
أربع سنوات سيدي الكريم، الحمد لله مرت سرعا لكنها أربع مواسم أربع سنوات. وأشكر مركز الهوية والدكتور زيد على ما قدمه للمخترعين خلال الفترات الماضية بإقامة المعارض ودعم المخترعين واللقاءات المستمرة لغرض استثمار هذه البراءات. المشكلة اللي تدور في قسم من المخترعين هو النقطة الأساسية استثمار براءات الاختراع. النقطة اللي يريدوها المخترعين استثمار براءة الاختراع أن ما يضيع حقهم جهودهم اللي تعبوا عليها. حاليا هذا الثقافة ما موجودة. احنا شفنا من دكتور زيد اكو بداية شوية لتحول على هذا الموضوع، فاحنا ان شاء الله كملنا الجدوات الاقتصادية لبعض البراءات الاختراع، فنريد نكون سند في استثمار هذه البراءات وتنفيذها، ويكون هذا واقع لخدمة المخترعين بصورة كل محافظات العراق، ويكون الخطوة الأولى تكون من مركزكم إن شاء الله. نتحدث على إحدى البراءات الاختراع العراقية الأولى. لا شك أن كل معامل من معامل العالم العراقية أو في دول العالم فيها نسب مخلفات، وهذه النسب المخلفات مسبوح بها عالميا كل ضمن الصناعة المحددة مالته. فإحنا نريد نقول معامل استخلاص النحاس من مركبات ومعادن مختلفة راح يطلع عندنا نواتج مختلفة. من هذه النواتج هو أكسيد الزنك. احنا اخذنا على عاتقنا كفريق عمل ان ندخل هذا الأكسيد الزنك يعتبر كمادة عراقية، لان هو مخلفات بدل المستورد اللي يستوردوه في صناعة السيراميك. للتوضيح ان هناك مواد هي اصلا فائض ومخلفات وتحتاج الى تصريف بيئي، أن تستخدمونه بدل الذي يتم استيراد نفس المادة. نعم أستاذ، في معامل السيراميك إذا أريد نحكي على صناعة السيراميك بالذات، صناعة الأدوات الصحية المغاسل والمرافق وهذه صناعة حديثة بالعراق، دخلت سنة 2001 تقريبا. نسبة المواد اللي مستخدمة بها 85% هي مواد مستوردة، بالذات إذا أريد موضوع حديثنا مال البراءة مالتنا هي مواد التزجيج اللي اللون الأبيض والألوان اللي تتزجج بها المغاسل وملحقاتها. هذه المادة التزجيج 100% مواد مستوردة، من ضمنها بنسبة معينة هي أكسيد الزنك. فإحنا جينا أخذنا المخلفات الملوثة للبيئة في معامل أخرى وهي معامل استخلاص النحاس، جينا استخدمنا هاي المخلفات البيئية كمواد أساسية رصينة في إنتاج مادة جديدة. إحدى البراءات يمكن ما كتبت لك إياها، تصنيع بلات التصنيع التسطيح بسطوح، كنا حاطين شتايجر شتايجر على مود المي. إحنا اللي صنعنا إحنا من المخلفات السيراميك والزجاج واستخدام نسبة من رمال النجف، اللي هي هاي رمال النجف بها ميزة عالية كلش مقاربة في الدسبار الصوديوم المستورد اللي قيمته كلش عالية بالدولارات، يعني تعطي تقريبا حوالي 90% من مواصفاته. هذا استخدمنا صنعنا بلاط مقابل بلاط الشتايجر التصليح مال السير اسمنت، هذا اثبت كفاءة اكثر من ذلك. هسه اللي يستخدمون الشتايجر لازم يحطون رمل نهري ويحطون فلين عازل على مود الحرارة، اللي صنعناه بربع سعر الشتايجر وبدون استخدام فلين وبدون استخدام رمل، ويؤدي الى منع الحراره ومنع الرطوبه حراره ورطوبه وكلها يمنعها، وبربع سعر الشتايجر. ومو بس هذه، بميزه اخرى اذا تكسر ممكن تستفاد منه بالتصنيع مره ثانيه، بينما الشتايجر تكسرها تنذب يعطحنا ويستخدم مره ثانيه. هذا حصل على الميدالية الذهبية للشرق الأوسط سنة 2011 في دمشق. هذا الموضوع ضياع الجهود دكتور، أو محاولة تضييع الجهود، لأن الجهود الحقيقية حينما المخترع يرى في عيون الناس المحبة والتقدير والاحترام، وإن لم تتحقق ماديا هو لا يحتاج إلى أكثر ربما كلمة شكرا، لأن بعض المخترعين وهم يسمعونني من عبر الفضائية العراقية يحاربون حتى في دوائرهم. الجزاء من جنس العمل، هنالك من يزرع في أرض قاحلة قد لا يحصد. الجهود هذه لا يثمنها إلا الأجيال، لا يمكن أن حكومات تأتي تثمن جهود سين أو صاد. المخترع يسجل اختراعه في اللوح المحفوظ، هكذا نسميها. لذلك الأستاذ الدكتور قاسم مرسومي الله يجزيه خير فتح لنا قروح وجروح بخصوص
استثمار براءة الاختراع. احنا دائما نحكي بالمؤتمرات استثمار براءة الاختراع مساهمة في بناء الوطن مثلا، استثمار براءة الاختراع خصوصا اذا كانت هنالك نماذج صناعية طبية صحية خدمية، فلا بأس انه نلفت الانظار انظار الجمهور العراقي اللي هو اوسع شريحة داعمة للمخترع، ولا نطلب من الحكومات المباشرة الا الدعم اللوجستي او قد يكون التنسيق هكذا نقول. فنتأمل سيدي الكريم بمعيتكم ان نحظوا وان نحظى بدعم انفسنا اولا ثم شعبنا، واحنا لكم خيمة ان شاء الله. واقول وما جزاء الاحسان الا الاحسان، الله ان شاء الله يبارك لكم. وكذلك ننتقل الى الاستاذ الفاضل المخترع العراقي الذي عودنا من خلال اطلالاته في برامج القناة العراقية وخاصة براءة الاختراع على مزيد من الابتكارات والاختراعات، الاستاذ حبيب السعدي. اهلا بك وسنة سعيدة ان شاء الله. حدثنا عن همومك وان كانت في هذه فلنقول امنياتك، حدثنا عنها افضل من الهموم في هذه الايام المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للقناة العراقية السباقة والمواكبة لجميع المخترعين والعلماء في العراق، وتحية خاصة للأخ الدكتور زيد الدليمي اللي أنا تقريبا قبل 4 سنوات كانت زيارة إلي هنا إما، فشفت أنه يطبق عليه الكلام البليغ ما كان لله ينمو. كان مركز أقل من هذا المستوى يمكن أقول لك بهواء، بس ما وجدنا أثلج قلوبنا أفرحنا مركز الهوية أن يكون بهذا المستوى. من أهم مشاكل المخترع هو عبارة عن حصيلة تعبة، أنه لازم تستثمر براءته، مجموعة براءتنا اللي موجودة ما استثمرت بالدولة نتيجة التقشف اللي موجود عندهم، وأي باب نطرقه أو هم يعني يخاطبوننا بكتب ونطلع لنفس المجال هناك ما نحصل بنتيجة أنه. ففتح باب الدكتور زيد وبدأت المخاطبات بيناتنا هاتفيا ولقاءات، فحصل لنا فرص يعني من الصعب أن نلقاها مكان ثاني. فجبنا قدمنا كنا جدول اقتصادية لبراءاتنا اللي إن شاء الله نأمل بهذا الرجل أنه تكون فاتحة خير لجميع المخترعين، وتعتبر هاي انطلاقة أولوية انطلاقة مستمرة للانطلاقات السابقة إن شاء الله. دكتور، النفق المغمور براءة استراتيجية، يعني مو مشروع مع الفرد خاص، لا، هاي البراءة تعتمد على رفع المياه من دجلة إلى أبعد نقطة بالصحراء بدون واسطة. يعني مشكلة الفلاح حاليا هي أنه الديزل ماكو، الكهرباء ماكو، معظم الأراضي الزراعية لم تزرع لم تستثمر حاليا بسبب ندرة الماء فيها، قلة المياه وقلة إيصال المياه. وجل جلاله سبحانه وتعالى بالفترة الأخيرة، يعني مو السنة اللي فاتت اللي قبل هاي، كانت عندنا الأمطار جدا شحيحة، فولدت بور كامل من الأراضي الزراعية الغير مستثمرة. فما هو الحل لمعالجة ما أنتم وجدتوه من هذه المشاكل؟ وجدنا هاي المشاكل انه حلها لازم نلقى البديل، البديل اللي نقدر من عنده نستثمر اكبر مساحة زراعية للفلاح، بدل الفلاح يهاجر من ارضه يروح يشتري بيك اب يشتغل بها، لانه اذا تريد يعيد حساباته على الزراعة والاستثمار اللي قتل الفلاح اللي يجيب مواد بصورة غير رسمية من منافذنا الحدودية باقل سعر، ايضا هذا عبء على الفلاح. فكيف نستثمر هاي أراضينا الزراعية؟ ففكرنا بهاي عملية النفق المغمور. عملية النفق المغمور هي دراسة لما قام به البابليون في المياه اللي رفعوها للجنائن المعلقة. يعني إذا تروح أماكن موجودة لحد الآن هي في نهر الفرات، تلقى عبارة عن نفق القطر ماله يتراوح من 6 متر إلى 8 متر، مبني بال مواد أشبه بالمواد الفخارية اللي موجودة عندنا ومدفونة داخل الأرض. يعني هذا احنا حلينا مشكلة، أي مشكلة الجنائن المعلقة. يعني دكتور حقيقة أستاذ حبيب الساعدي أثار موضوع جدا مهم وهو براءة الاختراع
ربما الكثير منها ليس لا تنتمي إلى دراسات الجدوى الحقيقية التي تؤهلها للتطبيق على أرض الواقع. التقيت بعدد كبير من المخترعين، بعضهم لا يعرف كيف يعمل دراسة جدوى، وبالتالي في لقاءات سابقة وفي مؤتمرات تخصصية سمعت من الأخوة المتخصصين بأنه دراسة الجدوى توأم براءات الاختراع. المؤسسات المالية الحكومية والخاصة تنتمي إلى فئة يعني فئة مهمة مالية تتصدى لكل مشروع بدراسة جدوى اقتصادية فنية تسويقية إجرائية واقعية تطبيقية مكممة بالأرقام. فهناك خلل ما بين تواصل المستثمر لبراءة الاختراع وما بين الجهة الداعمة أو المانحة أو الممولة. فهناك خطوات يقدمها صاحب البراءة، صاحب المنتج، تكون مقدمة عبر أوراق مهمة جدا، هي فيها يعني شروط معينة، بها قيمة مالية، بها موقع، بها فترة استرداد، لأن هي عبارة عن مشروع. يعني أستاذ حبيب الساعدي أثار موضوع هموم القطاع الخاص وكيفية تواصله في استثماره لحصيلة التعب السابقة. المخترع لا يقدم براءة اختراع عبر ورقة أو شهادة، هنالك جهود حثيثة ومتواصلة وسهر ليل نهار بلا كلل ولا ملل حتى يصل إلى هذه النتيجة. فينتظر أنه هاي الحصيلة تكون يعني إلها فد رياكشن أو يعني ردة فعل، أو على الأقل تقدير الاهتمام أو الرعاية أو الاحترام. فلا بأس من إعطاء فرص كثيرة يحصل عليها المخترع، ونيجي إحنا نستثمر أو نستورد أفكار الاستثمار. يعني كيف أنا أستطيع أن يعني أمهد أو أحول هذا المنتج إلى القطاع الفلاني وهكذا. سيدي الكريم، أنا اتفقت مع الأساتذة أن يأتي كل مخترع منهم بأوراق فيها دراسة جدوى ليقدمها لكم حتى يتم طرحها على اللجان الخاصة الاستشارية لديكم ومفاتحة الجهات الحكومية والجهات المعنية الأخرى الساندة بدعم هكذا اختراعات وابتكارات. أنتقل والحديث مع السيد حسين الفياض مدير منتدى المخترعين فرع النجف. أهلا بك وبكل المخترعين الذين جاءوا معك الأحبة من النجف الأشراف. سيدي الكريم، حدثنا عن أهم مشاكلكم أو أمنياتكم للعام القادم. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، صلاة الصلاة والسلام عليه. نحب نشكر الأخوان بقائمين هاي الدعوة، نشكر أستاذ رسول زبون مقدم البرنامج براءة اختراع، نشكر أستاذ الدكتور زيد الدليمي على هاي الطلالة الحلوة، وجمعنا بهذا اليوم بنهاية 20 إن شاء الله خاتمة أحزان. آمين والله. للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله خير ب 21. طبعا مشاكل المخترع العراقي ما تقتصر على محافظة، تقتصر على كل الفئات وكل الأعمار. طبعا مشاكلنا، المشاكل اللي تدخل بصلب الموضوع، بصلب الصناعات، بصلب الزراعة، بصلب الطبية، بصلب الرياضة، بصلب العلوم التطبيقية وما شابه ذلك. طبعا كل مخترع عنده معاناة، معاناة تصنيع ومعاناة تسويق. لحد الآن يعني صار لنا 17 سنة نشتغل بالبراءات اختراع، ما أعتقد أو اثنين أو ثلاثة ممكن استثمرت هاي البراءة وفادت المجتمع العراقي. إذن هناك خلل بالتعامل مع المؤسسات الحكومية، المؤسسات الحكومية أنها تستثمر والشركات القائمة الموجودة بداخل البلد. فهي كلش مشكلة كبيرة، هي السبب. العفو استاذنا، هي السبب اللي خلت الوضع العراقي أدنى مستوى عدم استثمار براءات الاختراع. طبعا الشركات العالمية والدول المتقدمة دائما تستثمر براءات الاختراع، اللي خلى المجتمع الدولي في القمة والمجتمع العربي بالآخر بسبب الاختراعات. جهاز رمي المطرقة وجهاز رمي الثقل، دفع الثقل نسميه دفع الجلة، وجهاز طبعاً إن البراءات الخمسة والحواجز أيضاً كلها في قوانين البايوميكانيك. طبعاً جهاز دفع الثقل أيضاً تقيس لنا العتلات، تقيس لنا المسافات، قوة الإزاحة، قوة الدفع. فدنا على المنوال حصلنا براءة من طبعا جهود القوانين الموجودة الأساتذة الموجودين. أهم الصعوبات التي واجهتك في إنجاز هكذا مشروع؟ طبعا صارت تجربتنا على دائما طالبات الكلية التربية مع البنات،
دائما تصير البنيه تصير ضعيف، يعني دفع الثقل ما تقدر. فخلينا اكو عينات تجريبيه، فعشرة بنات تجريبيه وعشرة استطلاعيه، يعني المقارنة بين كذا وبين كذا بين الطالبات. فشفنا اللي تشتغل على الجهاز صارت تطورها اكثر من بدون جهاز. الباب الكهروميكانيك طبعا من مخلفات البيئه مثل ما تحدثت، كل البيبان الكهربائيه مستورده خارج العراق، فصنعت من كل المواد داخل العراق. كيف؟ من الماطور طبعا، الماطور صراحة تضحك عليه لان ماطور مال غساله مال ملابس، تدري مكبات نفايات مليانه الماطورات الدبن. فاخذت هذا الجير الكهرو الجير بوكس، بحيث فتح وغلق مع مواد السيارات مات الباب الفتح والغلق ايضا استخدمتهم وياه، لان دخلت بالكهرباء السياره ودخلت كهرباء الغسالات، فخليت باب تنفتح الوزن مالتها لا يقل عن 3 طن. دكتور، فعلا كثير من الاخوه يذهبون الى دوائر الدوله لا يجدون الابواب مفتوحه، وبعض الاساتذه المخترعين وجدت تقاعسا كبيرا في الهمه وطرق الابواب على الجهات المعنيه لايصال الصوت، وخاصه براءات الاختراع المتعلقه بالصحه، ونحن الان في امس الحاجه الى ذلك. هل يمكن تنسيق الاعمال على اقل تقدير عبر مركزكم بين الجهات المعنيه والمخترعين؟ تمام. سيدي الكريم، وزارة التخطيط هي تدير موضوع الموازنة لكل دوائر الدولة والوزارات. نحن يعني ندعم جهود الوزارات باتجاه المخترعين والعكس صحيح. نطلب من الأخوة المخترعين أنه طرق الأبواب الحقيقية، يعني هنالك النافذة الواحدة، هنالك احتساب الوقت، كيف أقدر أضمن مشروعي بالميزانية اللي تطرح عند الموازنة أو عند الدوائر. هنالك موازنات تكميلية كبيرة جداً، ودورات تدريبية وتطويرية وتأهيلية كثيرة نقدر نستفيد من عندها، من خلال النافذة الواحدة، من خلال طرق الأبواب الحقيقية، من خلال المخاطبات. احنا راح نذلل جزء من الصعوبات، ولكن انا اثق انه كل العراقيين يعني يتساوون بالهموم، والهم مشترك، هم عام. فلا اعتقد انه هنالك موظف سواء بسيط او صاحب قلم مسؤول ان يرد صاحب براءة الاختراع، وإن شاء الله نمضي سوية باتجاه إنجاح هذا المشروع الكبير. ونختم بالجنس اللطيف دكتور، بالمخترعة الأخت الكريمة زكية يوسف، حدثينا عن أهم ما يمكن أن يتحقق لك في عام 21 بصفة مخترعة. يعني إن شاء الله، يعني من ضمن إطار الاختراعات والبحوث والدراسات، فهو أملي الوحيد أنه يكون أكو تعاون أكثر من قبل القطاعات العامة والخاصة اللي هي بمجال المختبرات، مجال المختبرات والفحوصات، يعني بها تكاليف جدا باهظة الثمن، يعني لا يمكن للمخترع أن يتحملها. فعلى الأقل يعني أنه حتى بصفة الدراسات العليا أو هذه، يعني ممكن يكون أنه شوي أكو تعاون مع الطالب أو المخترع بهذا المجال، لأن يعني هو أول تالي حنقول حيرجع يعني الفائدة للجميع، وتقبل أيضا ما هو جديد. يعني هذا الشيء ممكن يكون ضمن إطار ملاحظة مهمة، لأن بعض الأساتذة وأعتقد الدكتور محسن كذلك قام بالذهاب إلى بيلاروسيا لكي يستثمر أو عفوا يحقق ويتحقق من نتائج براءة اختراعه من خلال مختبرات، وأعطى مبالغ خاصة في النانو تكنولوجيا أعتقد. فبالتالي هذه المشكلة كيف يمكن معالجتها؟ بصراحة أنا مسوي كثير من دراسات الجدوى، هذا أولا. ثانيا، أحيانا أنا أذهب أسافر إلى بيلاروسيا إلى مختبرات النانو حتى أشتغل هناك، وأخذ براءتي من التعليم البيلاروسي، وبعدين أختمها من السفارة العراقية وأدونها أسجلها هناك رسميا. يعني أنا أسجلها بالعراق وأسجلها أيضا في بيلاروسيا. ولماذا بيلاروسيا تحديدا؟ لأن أنا درست الدكتوراه في جامعة بيلاروسيا الحكومية بكلية الهندسة، ولقيت مختبر للنانو مختبر محترم بكثير من المجاهر الضوئية والذرية اللي أغلبها ما موجودة بالعراق. ممكن طالبة ماجستير، فالمشرفة مالتي ارتأت أنه نشتري مادة النانو سيليكا ونستخدمها بالبحث مالتنا، لكن أنا شفت أنه الجدوى الاقتصادية يعني مو مجدية، يعني بصراحة المادة كانت غالية، فبحثت هواي، لقيت أنه متواجدة السيليكا في قشور الرز،
فارتهيت انه اجرب، وبصراحة فشلت، يعني فشلت أكثر من مرة أنه أستخلص أصلاً المادة، لكن البحوث وخلنا نقول الليترتشر اللي موجودة بالإنترنت ساعدتني أنه ممكن أنه أقدر يعني أوصل الأفضل طريقة لأنه أستخلص هذه المادة، والحمد لله يعني نجحت بعد فشل يعني فأكثر من مرة، لكن أصريت على أنه أحاول أكثر من مرة، والحمد لله يعني تمت العملية بنجاح وفعلا استخلصنا فعلا رحت فحصتها طلعت الماده فعلا سيليكا، ومن ثم قست الحجم القطري مالها فعلا طلعت ماده نانويه. ولكن هذه الماده السيليكا اين تستخدم لكي تقوم بتطوير قطاع معين او حقل معرفي معين؟ لابد ان تكون هناك احتياج عراقي لهذه الماده. بصراحه ماده النانو سيليكا هي ماده يعني جدا لطيفه مثل ما نقول، بها استخدامات واسعه، هي ماده مقاومه جدا الحراره، وبها تستخدم خلينا نقول مثل هي تكون ناعمه يعني فيري فاين جدا دقيقه، فلما نستخدمها كفيلر يعني كماده خلينا نقول مالئه الفراغات، فتستخدم شلون السمنت مو بس الابار النفطيه ايضا سمنت الكونكريت، ماده مصلبه خلينا نقول مو ماده مساعده على التصلب اكثر، لانه هي ماده خلينا نقول يعني هي شلون جايه من الزجاج، يعني شلون الزجاج او الرمل، فهي اوريدي هي صلبه، فبنستخدمها كماده مالئه، او ايضا تكون بالقطر النانو وتكون خواصها الفيزيائيه مضاعفه، يعني مو بس كماده خلينا نقول سيليكا عاديه، لا ماده نانويه بها خواص خلينا نقول مضاعفه عن الماده السيليكا الاعتياديه، فهذا الهدف من انه تحويلها انه قطر نانوي، وايضا يعني استفاده من انه الخواص مالتها الفيزيائيه جدا عاليه. حقيقه الاخت زكية الله يرضى عنك نبهتينا على موضوع الاجور واجور الفحوصات والمختبرات. أنا أجزم إذا طرقنا أبواب الناس الخيرة وهنالك أطباء يشاطرون الرأي كل العراقيين كرماء أبدا، فعندما نطرق باب القطاع الخاص والعيادات الخاصة، لأنه اليوم البلد يمر بأزمة وإحنا يعني البلد مالنا في أزمة يجب أن نوقف معه، فالكل معني أنه يقف كصاحب مختبر أو جهاز معين يأتي متطوعا يعني يذلل كل الأجهزة لخدمة نتاجاتكم، وأنا معك إن شاء الله، ونفتح هذا الباب وستجدين آذان صاغية من قبل القطاع الخاص، ويشاطرني الأستاذ حبيب السعدي. نعم، كانت الفكرة أنه 10 متر للأسمدة العضوية ارتفاع 1.5 متر، عرض قاعدة 2 متر، تقليبها العمال 4 عمال يطلب أربع عمال لأربعة أيام، هاي 10 أمتار ارتفاع 1.5 متر إلى 2 متر قاعدة، فأنا اخترعت هذا وابتكرت هذا الاختراع والماكنة مقلبة الأسمدة العضوية، بحيث أنه الزمن يختصر إلى 5 دقائق فقط. جهد 4 أيام بـ4 عمال بـ5 دقائق وبكفاءة أكثر، وبكفاءة لن تقلب ذرة من الأسمدة العضوية. نعم، هناك براءة أخرى لماكنة مجرشة متعددة الاستعمالات، حدثنا عنها. نعم، هذه الماكنة كذلك طلبت مني وزارة الزراعة لتصنيع ماكنة مجرشة متنوعة الاستعمالات، فأنا فكرت أنه ممكن هاي الاستخدام للزراعة كأسمدة عضوية تنتج، وكتنتج علف للحيوانات، وكبطانة للتغليف، وكذلك فرش قاعات الدواجن، فهاي عدة استعمالات بماكنة واحدة اختصرتها. الشغل هو عبارة عن قوة في مسافة، حولت هذه القوة والمسافة والزمن إلى أيضا معايير الكتلة والمسافة والزمن، باعتبار القوة هو كتلة في سرعة على زمن، والسرعة حولت إلى مسافة على زمن، صار عندي مسافتين على زمنين، وبالتالي تصير القدرة كتلة في مربع المسافة على مكعب الزمن. نفس الكتلة نفس اللي استخدم في كل القوانين. نعم. ليش؟ لأنه ممكن قياس الكتلة والمسافة والزمن، وبالتالي أنا من أجل أدرب رياضي على قدرتك الخاصة، يعني قدرتي تختلف عن قدرة الآخر اللي صفي او قدره اللاعب الاخر، كل واحد كل انسان له قدرته الخاصه، من اطلع قدرته القصويه وبالتالي ابني تدريب عليها واخذ على 50% غير اللي انا قبل شويه قلت الطاقه الحقيقيه غير القانون ما طاقه الحقيقيه، هذا ادق يكون اكثر دقه. هذا قانون القدره استخدمته بالتدريب، استخدمته في قياس القدره الفسيولوجيه عند الرياضي
اكو قانون اقصى قدره باقل قدره على مجموعه الزمان يعطيني هل هو جيد من ناحيه انه يتعب بالتدريب لو ما يتعب، هذا ايضا فد اختبار اخر. هذا قانون الاخر القدره انا اعتبره طفره نوعيه في كل الانجازات الرياضيه فيما لو اعتمدوا المدربين. ساهمت في مشروعين للطلبه الصف الرابع براءه اختراع بالجانب التطبيقي واجهزه ليزريه في دخل في مجال التطبيق والتعلم الحقيقي والانجاز الرياضي. غير اللي مشاريع البحوث الصف الرابع مشاريع الماجستير والدكتوراه. اعتقد اكثر من 15 مشروع براءة اختراع انا ساهمت في اعطاء الفكره الحقيقيه له. فعاليه دفع الثقل هي قصه نجاح يعني. عززت جهودي بها من خلال رسالتي بالماجستير في كليه التربيه للبنات قسم التربيه البدنيه وعلوم الرياضه جامعه الكوفه. هذه القصه يعني بدات من حيث شعوري بالمشكله. ووجدت يعني وسيله، هذه الوسيله التعليميه او بالاحرى جهاز، هو صمم الجهاز نقلل من صعوبات التعلم لهذه الفعاليه وبالاخص للبنات. ما هي المشكله في هذا الموضوع؟ المشكله يعني هذا الجهاز وفر وسيله امان للطالبات، وسيله امان قللت الجهد، قللت الوقت، انطت دافعيه للتعلم في هذا، وبها مراحل صعبه يعني بهذا الفعاليه دفع الثقل، بها مراحل يعني اذا اقدر اجزئ لك اياها يعني مثلا الاستعداد والوقوف والرمي والدوران وبعدين الدفع، دفع الثقل. صنعته من خلال محاور حديديه اجتمعت يعني جهاز اقدر يعني اصممه يعني قابل للتركيب وال يعني التفصيخ يعني يعني وانشئ هذا الجهاز. الجهاز مصنع من الخشب والحديد بحيث تجي يعني الطالبه او المتعلم يقف في دائره الرمي تسوي مراحل البدايه مال دفع الثقل وتدفع على الجهاز، راح يرتد الثقل من خلال شكل قمع من الحديد البي ار سي على شكل قمع، يمتد بفتحه مجوفه عن طريق انبوب وين يرجع الى دائره رمي الثقل. هذا راح يوفر علما للمتعلمه ايضا تقليل الوقت والجهد. ما راح استخدم ادوات هوايه، انا من اعلم طالبات لازم احتاج كم هائل، فرضا عندي شعبه 30 طالبه وهذه ال 30 انا لازم اجيب ال 30 ثقل، زين 30 ثقل ماكو امكانيات يعني بالكليات عندها 30 ثقل، يجوز اكثر شيء 10 الى 15، فقللت لي الوسائل اللي استخدمتها بالجهاز. بعد تغيير خط الانتاج من اسمه بورد لاند الى اسمه مقاول المملعه الكبريتيه، ظهرت عندنا معامل التاكل وزياده معدلات الاستهلاك. احنا كمهندسين لازم نوجد حلول يعني ذاتيه يعني من قبلنا حتى نجري عمليات التحسين. فاللي اجريناه هو عمليات البحث عن استخدام مواد نانويه متقدمه لاجري عمليات التحسين للبطانات بجدوى اقتصاديه. كيف الجدوى الاقتصاديه؟ اولا اجراء عمليات التحسين داخل يعني الموقع موقعيا بدون اجراء عمليات التفكيك، وهذا التفكيك هو يعني بحد ذاته يعني يكلف المعمل يعني اولا وقت لايقاف الخط الانتاجي، ثانيا يعني خساره بالطاقه الانتاجيه وكذلك كلف ماديه لاجراء عمليات التفكيك البطانات داخل المعمل، اضافه الى اجراء عمليات التحسين والتطوير موقعيا. انا ما احتاج الى يعني اجزاء ميكانيكيه اخرى اضافيه ممكن انه اضيفها لاجراء عمليات البطانات، يعني لا تركيب كيميائي لا معاملات حراريه، مواد نانويه متقدمه، هاي المواد النانويه بحد ذاتها هي صح يعني ذات كلفه عاليه بس كميات اللي احتاجها لاجراء عمليات التحسين كميات قليله، يعني مقارنه مع التاكل اللي عندي المستمر، اضافه الى سعر يعني البطانات اللي هو تقريبا يعني يعتبر مكلف احنا بالنسبه لنا يعني كمهندسين، خاصه من الشركات اللي تجيب الشركات العالميه. فاول الاجراء هو وطني بحد ذاته يعني داخل القطر، الكادر الهندسي والكادر الفني من داخل البلد، يعني ما نحتاج الى ايد عامله، والمنظومه منظومه موجوده تم تصنيعها داخل البلد، اضافه المواد النانويه، مواد نانويه ممكن انه بوحده النانو تكنولوجيا عندنا بجامعاتنا العراقيه ممكن انها تصنع هذه الماده النانويه واستخدمها. تم اجراء تصميم وتنظيم هذه المنظومه واجراء عمليات يعني تحسين اجراء عمليات تصنيعها داخل البلد بكلفه يعني تقريبا حدود 400 الى 500 دولار بجهود ذاتيه بالمساعده مع جامعه الكوفه ومعمل اسمنت الكوفه. طلاء الموقعي هو اجراء عمليات طلاء داخل الموقع نفس البطانه، ممكن انه بعد سنه ممكن انه اجراء عمليات الطلاء داخل البطانه نفسها حتى اعيد تشغيلها، يعني الماده الاوليه اللي هو تعتبر الاساسيه هي باقيه عندي موجوده، فقط انا احتاج مواد نانويه، احتاج الى مثلا اكسجين واسيلين، واحتاج الى ايد عامله تجري عمليه الطلاء. تم تصنيع عينات من نفس ماده الافران ووفق استندارات عالميه اللي هي تابعه لجمعيه اللحام الامريكيه،
AWS، فأجرينا عليه الاختبارات إضافة إلى اختبارات التابعة للـ ASTM اللي هي American Society of Material Testing، الجمعية الأمريكية لفحوصات المواد، وتم من خلالها المقارنة ما بين عمليات اللحام بدون استخدام مواد نانوية مع اللحام باستخدام مواد نانوية من مادة TiO2، مسحوق TiO2 النانوي اللي هو أكسيد التيتانيوم، ثاني أكسيد التيتانيوم، واللي بعد دراستنا لخواصه وجدناه هو أكثر مادة نانوية ملائمة للاستخدام في عمليات ومتماسكة اللحام. بالضبط، وتجانسها مع المحيط اللحام وإضافة تحملها لدرجات الحرارة العالية، فحصلنا على نتائج قدرنا بها نحسن مقاومة اللحام إلى 76%، وتحسين الخواص الأخرى مثل مقاومة الصدمة وغيرها. أضفنا المادة النانوية باستخدام طريقة الرش البارد الكولد سبراي. الفرق بينهما أن التجانس راح يكون أفضل. الواير اللحام أثناء عملية أو سلك اللحام أثناء عملية اللحام راح يتكون نوع من الخبث إحنا نسميه، اللي هي المادة اللي تطفو على السطح، فجزء من المادة النانوية راح يتفاعل ويا هاي المادة ويتم إزالته، في حين إحنا عملية الكولد سبراي اللي استخدمناها راح تتجانس المادة بشكل طبعا بشكل باصات، إحنا نسميها باصات يعني عبارة عن أشواط، ألحم وبعدين أطلي ومن ثم ألحم وأطلي، بحيث راح تكون في كل النانو داخلي وخارجي داخلي، بحيث يكون على شكل طبقات مع مادة اللحم، وبالتالي عملية التقوية اللي راح تكون به راح تكون تقوية مضاعفة. وعملية التجانس وجدنا بعد ما فحصنا المقاطع لمنطقة اللحام باستخدام السكانينج إلكترون مايكروسكوب أن الأكسجين نسبته قلت، فبالتالي راح تكون التجانس والتماسك لمنطقة اللحام أفضل، وهذا أعطانا يعني نتائج جدا جيدة في موضوع تحسين مقاومة اللحام وقابليته على أداء الوظيفة أكثر مما كان لو مع عدم استخدام المادة النانوية. تحسين كفاءة الزيوت تستخدم للمكان والسيارات المستخدمة والمستهلكة، إعادة تطويرها وكفاءتها من خلال الكركم. نعم، حدثنا عن ذلك. نعم، صار ببالي فكرة نشتغل على هذا الموضوع. حقيقة ردنا نشتغل، بعدين صار التلكؤ وصارت الأمور، كانت عندنا منظومة يعني العراق استوردها من ألمانيا، كانت أحدث ما موجود، بعدين تغيرت الأمور، بعدين صرت استشاري في هيئة البحث التطوير الصناعي. هيئة البحث التطوير الصناعي عندهم مختبرات حديثة، حقيقة واحدة من المختبرات الحديثة هو مختبر الزيوت، جابوا مختبر حديث جدا، فاستغليت الفرصة رأسا طرحت عليهم، قالوا يعني ماكو يعني ما علوه، فاشتغلنا وفعلا من أول عمل يعني طلعنا في نتائج مبهرة مو بال أحد، والحمد لله والشكر. فنيا كيف النية؟ إحنا نعرف يعني هي ترى الزيوت، أنا من أقصد الزيوت يعني إحنا نقول دهن مال السيارة مال المحركات. نعم. طبعا دول جنوب شرق آسيا أكثر دول العالم استهلاكا لكثرة وجود السيارات والدراجات البخارية، يعني معروفة عندهم خاصة بالهند وإندونيسيا وغيرها من البلدان الأخرى. فعملية إعادة استخدام الزيت بالمحركات عملية صعبة هي، ليش؟ لأنه حتى في محطات الكهرباء محولات كهربائية قدرة عالية أيضا تستخدم الزيوت، كذلك المحولات اللي قام هي بالشارع اسمها محولات توزيع من 100 إلى 1000 أيضا تستخدم زيوت. في بعض الأحيان يجيبون إعادة تصفية لهذه الزيوت في منظومة بسيطة بس ما يقدر يستخدمها لأكثر من مرة. فمن اشتغلنا حقيقة طلعنا نتائج رائعة، يعني تقريبا حسنا الزيت إلى 40-50% نقدر نشتغل به مرة ثانية. الجرعة الإشعاعية للمرضى، فشفت أنه بعض المرضى تأخذ جرعة أكثر من اللازم وغير مبررة، وذلك حتى صورة الأشعة تكون غير واضحة ويضطر الطبيب إلى إعادتها مرة أخرى لأن بها ضبابية. فسويت اختبارات توكيد الجودة، لقيت المشكلة تكمن في الجريد يسمونها الشبكة اللي تصير تحت جسم المريض. نعم. إلى أن توصلت إلى نتيجة أنه تجارب مختبرية إلى أن وصلت إلى أنا عندي الأجهزة الخاصة بي وأروح للمستشفيات أخليها أسويها، فقمت أخذ أشوف إيش قد أوصل الجرعة بحيث جرعة المريض تكون قليلة وكذلك الصورة تكون عالية الجودة. عالية. أي. صح هسه اكو ايمج بروسس ودا يسوون تقنيات بعد الصوره، لكن الاجهزه القديمه الجريد هي هالمهمه. صنعنا ماكينه باللي موجوده اللي عندنا هاي العراقيه اللي هي تنتج عندك بالثمان ساعات تنطيك 400 علبه
من اجتي شركة اف ام سي قامت تصنع 1000 علبة 400 وين و1000 علبة اكثر من الضعف زين. بالاضافة الى انه احنا عندنا ما عندنا سيليفون، سيليفون مستورد، والسيليفون هو اثمن شيء واغلى شيء على كاهل الصناعي. فلقينا البديل انه لانه احنا عندنا مواد هنا موجوده، عندنا بوليوإيثيلين، عندنا سيبيلين، عندنا بداوا يصنعون الورق التغليف تعويض عن السيليفون اللي موجود لغايه. فانت شلون تشتغل هذه المواد لازم تلقى لها فد ماكينه. احنا اخذنا الماكينه اللي اف ام سي الايطالية، عملنا لها كوبي، اخذت امتياز من شركه اف ام سي الايطالية فصنعناها. بدل من ان كانت تنتج يعني 1000 علبه بالثمان ساعات خليناها توصل 1500 ووصلناها 1800 علبه بالثمان ساعات. شكرا لله على جماعتنا كمخترعين ومبتكرين وعلماء مع جنابكم الكريم والاخوه الباحثين والدكتور بشير التميمي الذي كان له دور كبير وفعال في دعم المخترعين، ومنذ سنوات هو يحاول بعلاقات شخصية إيصال الأصوات الطيبة المخترعة إلى الجهات المعنية. أما الآن صار الأمر حقيقيا رسميا بروتوكوليا كما يقال. شكرا لهذه هذا الكرنفال في العيد المبارك، عيد رأس السنة، ونسأل الله أن يتمها خيرا وبركة على العراقيين جميعا. إذن سيدي الكريم، الآن نبدأ بتسليم براءة الاختراع لجنابكم الكريم ليتم إن شاء الله استثمارها قدر الإمكان، وتكريم هؤلاء الثلة الذين يعبرون عن فعلا الغد المشرق للعراق إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، ونكون بهذا قد انتهينا من عام الألم والصبر لنفتح نافذة بإذن الله بتوفيق الله على الخير والصحة والعافية والعراق الواحد الموحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.